معانا على زوم الأستاذة دينا صلاح، أو زي ما هي معروفة بدنا صلاح. هي من اسكندرية وعاشقة إنها تدوق الأكلات المختلفة، ومعروفها بذوقها الإسكندراني الجميل، وعندها كتاب اسمه سفرة دايمة، حكايات الأكل وحكايات الأكلات الحلوة اللي هي دايما بتقدمها. أنا هسألها على طول. دنا، إزيك؟ ايه الاخبار؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. انت اصلا في الاساس خريجه فلسفه، صح؟ ايه اللي شدك ايوه بقى ان انت تحبي الاكل وتدوقيه وتقدمي لنا اكلات حلوه كده؟ الغريب ان انا القصه بتاعتي دايما في ناس كتير مش بتصدق. انا كنت في الاول ما بحبش الاكل خالص، اللي هو انا اصلا ماما كانت بتحايل عليا اللي هو ابلعي وكلي ايه، وبابا اللي هم طلعوا مني، كنت واحده مش فودي خالص. بس انا مامتي دايما كانت مشهوره انها بتعمل اكل تحفه، ويعني كل انواع الديزرتس، كل انواع الاكلات. كان دايما مثلا لو عندنا مثلا عيد ميلاد او عندنا مناسبات بتعمل اللي هي السفره بقى اللي فيها كل حاجه. فانا متربيه على اكل حلو من جدتي كمان مش من مامتي بس. بدات كده في 2018، انا بحب صور الاكل جدا، فقعدت احطها كده على جروبات راندوم على الفيسبوك واشارك الناس حب الاكل، وعايزه اشوف الناس بتحب الاكلات دي زي ولا لا. لقيت تفاعل كبير جدا، احط مثلا صوره بيتزا، صوره حلويات، الاقي ناس بتتكلم بتتفاعل معايا وانا بحب الصور العاديه مش عامله صور. فحسيت ان الموضوع لا، عايز ياخد اطار اكبر من كده، فقررت ان انا اعمل بيج خاصه بيا واسميها دانا، دانا 300. مش عارفه ليه 300 بصراحه، هو رقم جالي كده راندوم. وبدات ان انا اعمل البيج دي المره الاول ان انا ببدا بيها، بحط صور عن الاكل وببعت للناس الفرنس اللي عندي انفايت نتكلم على الاكل. فبعدين حسيت ان الموضوع هيبدا يكبر قوي، لا هو مش مجرد ان انا احط صور كده من نفسي، انا عايزه حاجه بيرسونال ليا، حاسس الناس ان هم بيتكلموا معايا انا ومشارك حاجه تبعي انا. فبدات ادخل في سكه الفود ريفيو، ان انا اعمل ريفيوز على الاكل في المطاعم والكافيهات، وكل ما اروح اصور واقوم منزله الريفيو في البيج على الجروبس كلها بتاعت الاكل. ولقيت الناس مبسوطه بان انا يعني غالبا دايما الناس بتبقى شايفه الفوديز بتبقى اغلبهم طبعا كانوا في الاول رجاله اكتر، اوائل ما انا طلعت مش بنوته اللي هي تبدو ان هي مثلا بفنطوعه وبتاكل الكلام ده. وبعدين بدات بقى اشارك معاهم الحب للريفيوز، يعني اروح كل مطعم اروح واقوم اتكلم عن الاكل. طيب، يعني أنا دايما بحب أتفرج عليكي بطريقتي، مثلا كست أنا شايفة الأكل عاجبك، طريقة رياكشناتك مع الأكل، ممكن تقدمي لي أكلة أنا ما أكلتهاش قبل كده، بس شغفك وأنتي بتاكليها بيخليني أروح أكلها أو أطلبها، فده حاجة حلوة. لكن إيه اللي خلاكي من عرض الأكل ريفيوهات للمطاعم إن أنتي تعملي كتاب؟ يعني هل الموضوع كان يستاهل تعملي كتاب؟ بصراحة يعني أنا أولا أختي كاتبة معايا، فهي فاهمة ده، فهي حست إن إيه، طب ليه ما تعمليش كتاب؟ يعني اغلب الناس برضه بتعمل موضوع ان هي مثلا اي مجال بتحبه بيعملوا عنه كتب. المفروض حسيت في كتب كتير مثلا للسي اي اوز دلوقتي طالعه بتنصحك في حاجات في علم النفس، في الرياضه، في حاجات كتير. أيوة. فليه انت كمان ما تكمليش بما ان انت عندك كده شغف للاكل وبتكتبي اوريدي ريفيوز بتطلعي مشاعرك فيها كتابيه، قبل ما بقى ما نبقى دلوقتي في فتره ان احنا اكتر حاجه لازم نعمل فيديوز اكتر عشان الناس بقت بتتمل من القرايه قوي، اعملي كتاب. فانا خدت نصيحتها وقررت ان انا انقل تجربتي كمان ككتاب، يعني كاني بكمل البراند بتاعتي ان انا بطور لها افكار كمان. اولا فكره الكتاب جت من اول كوفيد لما وقفنا اكل في المطاعم والكافيهات، وبقيت انا خايفه طب انا ايه اللي ممكن هقدمه، طب انا هعمل ايه دلوقتي واحنا كلنا مش بناكل في المطاعم وخايفين. عملت فكره الانترفيوز ان انا ابعت لاصحابي اسالهم عن ارائهم في الاكل وبيحبوا اكل ايه واعرضها على الفيسبوك بيج، فدي كانها بقت كانها كايند اوف حاجه كتابيه، ان انا بسالهم اسئله كلها سؤال وجواب كتابه واحط الصوره بتاعتهم او صور الاكلات. فده كان بدايه استثمار ان انا خرجت عن فكره ان انا بعمل ريفيوز للاكل وكده ومش عارفه اكل حاجه في كورونا، وبعمل بس مجرد انترفيوز كتابيه. طب ليه ما اكملش الفكره واعمل كمان كتاب انقل فيه فكرتي والناس تقراه وتشوف اكتر انا بعمل ايه. شكرا ليكي يا حبيبة قلبي، وميرسي ان انت كنت معانا على زوم، وحقيقي بتقدمي اكلات حلوة وحسيتك ناجحة في الحتة دي، فكملي بس خلينا اكتر تقدمي لنا حاجات صحية عشان ما نتخنش. طبعا ايوه عشان ما نتخنش يعني، بقيت بحس ان احنا لازم برضو ناخد بالنا من نفسنا. يعني انا بقيت برضو بغلط كتير لما في ناس كتير بتقول لي مثلا طب انت بتاكلي اكلات كلها مش سلس كده على طول، او يعني بيحاولوا يسالوا، بقول لهم هو الواحد ممكن ياكل كل حاجه بس كميات قليله، مع ان احنا نركز فعلا في الهيلثي فود، دي حاجه مهمه جدا. ايوه، دينا صلاح بشكرك جدا، نورتينا في حكايتنا.